هذا هاي رندا تراو في الدات دات جديد ها هو دات 2015 دات 2015 توفى غادي نراو فيها رندا اليوم رندا باش نشوفوا حاجة غريبة المقرونة هذي شوفوا في الحشرات تخزر كيفاه الصوص يمشي ها هو الصوص يتحرك هايكا كعبة تمشي ها هو باكو كله صوص هاي كعبة واحدة أخرى الصوص هايكا تمشي نتبع فيها يتحرك بلومة هاكا تمشي يخزرولها شوف الباكو باكو مسكر ها هو الباكو مسكر ها هو الباكو مسكر ما في حد شايف سريع باكو مسكر سريع تمشي صور لي خويا هنا صور لي الحشرات صور لي الحشرات عاش خويا صور لي الحشرات هذيا مقرونة رندا فرت ديالي اللي مري على راسي انا نخدم لهنا الصباح فهمني وفضحتني في الحومة وكيما تفضحت انا راني باش نفضحكم وباش نشنعكم جملة على خاطر انتوما ما حابينش تشدوا قدوراتكم حكيت معاكم برجولية ما حابينش تفهموا فهمني ونوصل كل الكلام هذا سيح شيشة بطبيعتي ملي العملاء في الخليج وعند العباد في الطليان فهمني الدات نتاعها هو الدات نتاعها 2015 توفى هذه توفى 2015 هاي 2015 الدات نتاعها 6 و6 6 معناتها 2015 قرد من هذايا مد لي البلومه يخرج لي عفريت كان هي توا هي هكا فيها الصوص وريني خالص خويا وريني ترناتا صوص والصوص فهمني قالوا فيري جود راندا فيري جود فيري جود صوص راندا فيري جود صوص راندا فيري جود صوص اعطيني صوص اعطيني صوص خويا هاو 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 يجري هاو يجري صوروا لي ريتو يجري هاو كشوفوه يجري يا عبيد يا عبيد يلي تاكلوا في المقرونه وحلوا المقرونه تاع رندا ثبتوا في وسط القصب نتاعها تدقق حوليا فهمني المقرونه الكل نتاع رندا راهي بالصوص معموله واضح وكذبوني يعني. باش ننزل الصحافه وباش نبعثها الروتانا وباش نبعثها هذيا للجزيره واضح اعطيني الصوص اعطيني الصوص حاجتي بالصوص يعني. اي خويا هاو تيفي تصور ساي شو الصوص شو الصوص صوص صوص لطف يا ربي الشعب تحبوا تقتلوا الشعب خلوا مقرونه رندا فيري جود لا فيري جود لهم يحزنون هاي يا خويا تفرج فرج تحت ما تفرج كيفاه علي يا خويا تحبوا تحطمونا علاش عملني لكم هكا شعب زويدي ساعه علي علي يا خويا تفرج رندا فيري جود مقرونه معبيه بالصوص وبلوم يعمل لي رندا فيري علاش مش معقول يا سي حشيشه راه يا سي حشيشه مش معقول هذا الشيء اللي تعمل فيه بما ربي تحاسب عليه قدام ربي شيء ذا وتتحاسب عليه قدام الشعب وتتحاسب عليه فهمني ولا في قدام الحاكم وقدام القانون وقدام العداله وتدفع عليه خطيه للعبيد في بلدان اخرى فهمني عليه يا اخوي